اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن عمرو الحلواني. ازيك يا عمور؟ كابتن سلام، ازيك يا حبيبي؟ ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. ريال مدريد ولا بايرن ميونخ؟ انا بحب ريال مدريد، انا بحب ريال مدريد. وانا برضه انا مدريدي. بعشق يعني اهلي 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 وبعد كده ريال مدريد، وانا كذلك اهلي 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 بعد كده ريال مدريد. ريال مدريد النهارده يا جماعه 2-2، ما زالت النتيجه 2-2، هيتعادلوا تعادل، فاضل قد ايه يا شباب على المباراه؟ خلاص اعتقد يعني الوقت بيخلص، ف في دقيقه 88 وما زالت النتيجه التعادل الايجابي، فين بقى في المانيا 2-2؟ فالحقيقه مباراه على اعلى اعلى مستوى، ولكن يعني في ماتشات في بطولات كده شخصيه البطل دايما بتطغى على الجميع، يعني الناس تقعد تقول لك ايه مانشستر سيتي وهيكسب ريال مدريد بتاع مش عارف ايه، ريال مدريد كسبان النهارده، الناس تقول لك ايه بايرن ميونخ فاق وعمل وبتاع وهيكسب 2-2 في المانيا. لا، شخصيه البطل دي بتوديك، في ناس كده هي مخصصه ان هي تاخد كل البطولات طبعا. لا وكمان انا مش عايز ريال مدريد تاخد البطوله. ليه؟ عشان الاهلي يعني. طبعا، بس انا بقول ريال مدريد فريق دايما بصنفه اللي هو زيه زي النادي الاهلي، يعني ريال مدريد في اوروبا والنادي الاهلي في افريقيا، الاثنين عندهم شخصيه البطوله، بيعرف ازاي اول لما بيخش كل بطوله عارف ازاي يكسب البطوله، عنده اللعيبه وعنده المدربين وعنده الشخصيه، بيلعب بره ارضه زي جوه ارضه. شايف ريال مدريد في البطولات بتاعت اوروبا دي بالذات هو متمرس فيها، ازاي يعرف يلعب قدام الفرق، حتى كمان بيلعب بره ارضه مميز جدا، يعني الماتش بتاع ريال مدريد ومانشستر سيتي كل الناس بنسبه 80% قالت ان مانشستر سيتي هيكسبوا الماتش، لا ريال مدريد لعب ماتش على اعلى مستوى في ارض مانشستر سيتي وتعادلوا وكسبوا ضربات جزاء، واللعيبه ركزت جدا في الـ في الـ في الـ في ال 120 دقيقه وخدوا من اللي هم عايزينه من الماتش وصعدوا مع بايرن ميونخ. وانا متاكد ان ريال مدريد البطوله دي هيبقى يعني بنسبه 80-90% ممكن ياخدها، وهو متمارس في دوري ابطال اوروبا. يعني دوري ابطال اوروبا. على الجانب الاخر شخصيه البطل في النادي الاهلي هي اللي بتوصل دائما طبعا الفنيات والاداره الفنيه ومن قبل كل ده وده جماهير النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي له شخصيه البطل برضو يا عمرو. كابتن اسلام، النادي الاهلي كبير قوي كابتن اسلام، يعني النادي الاهلي يعني مثلا الماتش اللي فات لعيبه عندها شخصيه غير طبيعيه، مستر كولر حاجه محترمه جدا في الماتش، النادي الاهلي لعب الماتش اللي فات روح واداء ونتيجه وحاجه جامده جدا. لعب الماتش اللي فات بالذات اللي هو اللي كان الناس كلها منتظره ماتش مع قدام مازيمبي، ماتش صعب جدا، اللعيبه ده باين بقى شخصيه اللعيبه وبان شخصيه المدير الفني وبان الجمهور، كل حاجه كل حاجه، يعني اداء وروح ونتيجه بصراحه الماتش اللي فات، وكمان يعني كمان مش روح بس كابتن، كمان حتى النتيجه، حتى الاجوان اللي جت باين اول هم اتمرنوا عليها مره واثنين وثلاثه، مع علي معلول يعمل الكروس لمحمد عبد المنعم، لا جابها قبل كده مره واثنين وثلاثه، الكروس الثاني كمان بالخاص بتاع علي معلول، عشان انا باك ليفت فانا عارف الكروسات اللي علي بيعملها، كروس عالمي يا كابتن، كروس غير طبيعي اللي هو ورا المدافعين ده وفي الدقيقه كام ويجيبها كده بالستايل ده، وسام يحطها بالستايل ده، يعني شايف اللي هم كانوا متمرنين عليها مره واثنين وثلاثه، وباين قوي هم بيشتغلوا على حاجات معينه، فده شخصيه النادي الاهلي وده البطل، وان شاء الله اتمنى ومتاكد ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله باذن الله البطوله دي ان شاء الله بتاعت في النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. بطوله مهمه بيسير فيها النادي الاهلي او صار فيها النادي الاهلي بخطى ثابته حتى وصل المباراه النهائيه، مباراه امام الترجي، مباراه مهمه كلاسيكي، مباراه كلاسيكيه عربيه ما بين الافضل في افريقيا النادي الاهلي وواحد من الافاضل في افريقيا نادي الترجي. الحقيقه شايف المباراة ازاي في ظل الصعوبات الكتيرة اللي موجودة سواء للنادي الاهلي او للترجي الحقيقة برضه؟ بص يا كابتن، ماتش طبعا صعب، نهائي افريقيا وحاجة كبيرة جدا، بس انا شايف النادي الاهلي اخر فترة مركز في افريقيا قوي وبيلعب بره زي جوه، الماتش الاولاني كمان بتاع الترجي هيبقى بره ارضنا في تونس، فده حاجة ميزة لينا. هي بتفرق ولا طبعا هنا هتفرق معانا عشان الجمهور؟ هتفرق عشان الجمهور طبعا، لا وان شاء الله ان شاء الله النهائي بتاع البطولة هيبقى عندنا في مصر فهنحتفل بيه وكل حاجة، وانت رايح بفكر معين بتلعب بره ارضك وانت جاي بتلعب بفكر معين تاني، يعني انت في الترجي رايح عشان المكسب طبعا وكل حاجة، بس لو ما كسبتش ما تخسرش، هيبقى نتيجة ايجابية بالنسبة لك. ولما تيجي تلعب في ارضنا في استاد القاهره، لا انت نازل ودماغك 100% اللي انا هاخد الماتش، هكسب ان شاء الله الماتش وهكسب البطوله، فانا شايف النادي الاهلي
ماشي بخطى ثابته في افريقيا بالاخص كمان، ومركز جدا، واللعيبه باين اللي عندها شخصيه في افريقيا، والناس مركزه 100%. فانا مش قلقان يعني، مش قلقان الماتش هناك في الترجي. الاهلي بقاله فتره بيلعب بره ارضه، حتى ماتش بتاع مازيمبي بره النادي الاهلي عمل ماتش على اعلى مستوى، كان ممكن كمان يكسب 1-2 في الشوط الاولاني. فانا شايف ان النادي الاهلي الفتره اللي فاتت كابتن اسلام اللعيبه بتلعب 100% بتاعتها، كل لعيب بيدي في 100% بتاعته، دي مهمه جدا في النادي الاهلي. فانا شخصيه النادي الاهلي بتظهر في الماتشات الصعبه، وشخصيه النادي الاهلي بتظهر في الماتشات اللي هي فيها حسم البطولات. فاتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يبقى مركز جدا ويجيب البطوله ان شاء الله باذن الله. الاهلي والاسماعيلي مباراه تليق او مباراه دايما الكل بينتظرها، الكل مهما كانت ظروف النادي الاسماعيلي او مهما كانت ظروف النادي الاهلي، ولكن سواء الاهلي او الاسماعيلي بيعملوا البعض حساب كبير جدا جدا طبعاً. وبالتالي كلنا ننتظر هذه المباراه. كيف ترى هذه المباراه في ظل انه المركز اللي او الظروف اللي بيمر بها النادي الاسماعيلي، وايضا الاختيارات اللي اختارها مارسيل كولر بالنسبه لقائمه الفريق، وانتهت المباراه ما بين ريال مدريد وبايرن ميونخ بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق في المانيا. المباراه الثانيه ان شاء الله ستكون في مدريد. انا شايف الماتش بكره ان شاء الله كابتن، لعيبه الاهلي مركزه، ومستر كولر الماتش بتاع الاهلي والاسماعيلي طول الوقت بيبقى ماتش ديربي، طول الوقت بيبقى ماتش حلو جدا، بيبقى ماتش فيه تفاصيل صغيره. لو النادي الاهلي ركز على التفاصيل الصغيره ان شاء الله الاهلي هيعمل ماتش كويس جدا ويكسب اكتر من هدف. اللعيبه كمان حتى الماتش الاخير كسبنا 3-0، ففي معنويات على اعلى مستوى. اللعيبه عندها ثقه غير طبيعيه، اللعيبه دلوقتي قفلت صفحه افريقيا ودخلوا صفحه الدوري، فالدوري برده يعني النادي الاهلي متعود لو ياخد الدوري. فانا شايف اللعيبه كلها مركزه، وكل اللعيبه كمان كابتن اسلام دلوقتي ميزه امام عاشور رجع، حسين الشحات رجع، في لعيبه كتير كانت راجعه من اصابه، احمد عبد القادر رجع لمستواه. فاللعيبه كلها عايزه تلعب، واللعيبه كلها عايزه تشارك. فاي حد هيلعب ماتش بكره، اي حد هيلعب 90 دقيقه او 80 دقيقه او 10 دقائق او 5 دقائق، هيبقى عايز يبقى يكسب وياخد الثلاث نقط. انا شايف الماتش بكره، انا شايف اللعيبه كلها هتبقى مركزه، كل واحد عايز يقول لمستر كولر انا موجود، كل واحد عايز يلعب الماتشات الجايه، وكله هيلعب يا كابتن عشان الفتره الجايه كل ثلاث ايام في ماتشات. فكل كل اللعيبه هتلعب، فكل اللعيبه اللي بقى لازم تبقى ذكيه، لو ما لعبتش النهارده هلعب الماتش اللي بعديه. كل واحد يحافظ على نفسه، كل واحد يحافظ على التكتيك بتاع مستر كولر عشان يبقى هو متطلباته ايه. واللعيب الذكي يا كابتن اسلام لو ما لعبتش الماتش ده اشوف مستر كولر عايز ايه ومحتاج ايه، واشتغل عليا، اشتغل على نفسه يعني. فانا شايف ان الفتره الجايه في 5-6 ماتشات ورا بعض في 15 يوم، فكله هيلعب وكله هيبقى بياخد ماتشات. عندك من يوم واحد ليوم 25 عدد كبير من المباريات جدا، وكله هيلعب يا كابتن. فلازم تبقى انت لازم تبقى جاهز 100%، لازم كل لعيب يبقى جاهز 100%. ممكن تبقى ما لعبتش النهارده بس هيبقى ليك دور بكره، ما لعبتش النهارده وبكره هيبقى ليك دور بعد بكره. فاللعيبه لازم يبقى عارف كده، وانا واثق ان لعيبه النادي الاهلي مركزه على كده، ولاعيبه بروفيشنال ولاعيبه ذكيه. فارجع تاني للماتش بتاع بكره، انا واثق مليون في الميه للعيبه مركزه، واثق ان اللعيبه قفلت صفحه افريقيا ودخلت صفحه الدوري. ان شاء الله لو الاهلي كسب بكره هيبقى عنده حوالي 25 نقطه تقريبا، دلوقتي 21 او 24 وعنده 9 ماتشات مؤجله. فلو كسب ان شاء الله الرحمن 9 ماتشات المؤجلين هيبقى 42 نقطه، يبقى فارقه بين الثاني حوالي 7-8 نقط، فده الطبيعي بتاع النادي الاهلي. فلازم اللعيبه تبقى مركزه على كده، اللي هو الماتشات الجايه مهمه جدا 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 بالنسبه للنادي الاهلي. كل الماتشات مهمه، ولكن عندما تلاعب النادي الاسماعيلي كنادي اهلي بتبقى طبعا. عندك انت كنادي اهلي، المدير الفني واللاعبين بيفكروا بكذا طريقه، كيف يفكر مارسيل كولر في مباراه بكره في ظل حاله الاجهاد، او مش الاجهاد ده عشان ما نبقاش، ولكن في ظل حاله توالي المباريات خلال الفتره القادمه؟ بص انا يعني فتره فاتت ما بتفرج على النادي الاهلي او مستر كولر، هو كل ماتش عايز 3 بونت. طبعا النادي الاسماعيلي نادي كبير جدا ومعاه مدرب كبير كابتن ايهاب، بس هو عايز البطوله، هو دماغه على البطوله. فاللعيبه بقى لها 4 ايام رايحين من يوم الجمعه، فاللعيبه يعني الاستشفاء عمل استشفاء كويس جدا حقيقي، وكل واحد عمل الاستشفاء بتاعه، وكل واحد رجع تاني للريكفري، ويعني رجعوا تاني من اول وجديد. فانا شايف اللعيبه كلها هيلعب بكره بالفول تيم، ما فيش اي مشكله خالص. وحسب بقى نتيجه المباراه كابتن اسلام، لو المباراه ان شاء الله النادي الاهلي في اول 20 دقيقه جاب جون او اتنين والشوط الثاني، ممكن نريح اللعيبه اللي هي مجهده او لعبت الفتره اللي فاتت بنسبه كبيره، زي علي معلول، زي محمد هاني، زي اللعيبه اللي هي لعبت بفتره سيئه زي محمد عبد المنعم. اللعيبه دي كلها طول الفتره اللي فاتت كلها بتلعب 90 دقيقه. فلو الاهلي بكره عمل ماتش مميز وكسب
في اول 20 دقيقه جون او اتنين في الشوط الاولاني ممكن يريح اللعيبه دي. لكن كيف يستطيع النادي الاهلي ان هو يفوز بجون واتنين؟ اللعيبه عندها شخصيه يا كابتن كريم، كابتن اسلام، واللعيبه كلها مركزه من اول دقيقه. اللعيبه زي ما لعبت في ماتش مازيمبي نازلين من اول دقيقه ضغط على الخصم، عارفين النادي الاسماعيلي نادي كبير وماتش مهم جدا. اللعيبه كلها دماغها تاخد الثلاث نقط، اللعيبه كلها عايزه تمارس هوايتها اللي هي المكسب بالدوري. ففي خطه بتاعت مستر كولر بيلعب بنفس الخطه 4-3-3، اللعيبه بتركز على الكور الثابته، اللعيبه بتركز على الكورسات، اللعيبه بتركز على كل اللي يبداوا من تحت. فكل لعيبه لو ادت كل واحد اللي عليه ممكن بنسبه كبيره ان شاء الرحمن الاهلي يبقى الماتش بالنسبه له مش صعب، بالعكس الاهلي منتشي الفترة اللي فاتت، الاهلي بيعمل حاجات كتيرة جدا في الملعب، الاهلي بقى فيه ثنائيات دلوقتي كابتن اسلام، في علي معلول مع احمد عبد القادر، وفي محمد هاني مع بيرستاو، في شكل بقى منظم جدا، وسام دلوقتي ما شاء الله عليه ماشي كويس جدا. فانا شايف النادي الاهلي الفترة دي بقى عامل توليفة وبقى فيه تشكيل يعتمد عليه بنسبة كبيرة، وبقى عنده دكة كويسة جدا دلوقتي، امام عاشور رجع، وحسين الشحات موجود، والسولية، ولاعيبة كتيرة جدا، وقفشة، لعيبة كتيرة جدا موجودة على الدكة بتعمل فارق. فلو النادي الاهلي ركز زي ما بيركز الفتره الاخيره، انا بقول لك ان شاء الله النادي الاهلي يعمل ماتش كويس جدا باذن الله. هل من الممكن ان نرى تغيرات؟ ممكن لعيب، يعني انا وجهه نظري اللي هو اللعيب، ممكن بكره عمرو السوليه هو اللي ممكن ما يبداش الماتش ومكانه امام عاشور، عشان امام عاشور لعبه حوالي اكتر من 30 دقيقه، وعايز يديله الفتره الجايه عشان يبقى جاهز، بقى له اكتر من شهر ونص مصاب، عايز يرجعه عشان نهائي افريقيا. فانا شايف اللي هو ممكن عمرو السوليه هو اللي بكره يبقى احتياطي ونفس التشكيل، ويلعب امام عاشور مكان عمرو السوليه. هو مش لو لعب بنفس التشكيل هيبقى في البعض بيرى بهذا الشكل ان هو بيخاطر بالمجموعه اللي ممكن جدا يكون هيعتمد عليها في النهائي. ما خلي بالك انت كل حاجه بتعملها دلوقتي، الدوري هو الاهم، هو اللي بيوصلك لافريقيا وكل حاجه، ولكن انت دلوقتي اي مدير فني او حتى الجمهور، خلينا نتكلم عن الجمهور، الجمهور بيفكر في مباريات الدوري، ولكن الاهم بالنسبه له دلوقتي هي مباريات البطوله الافريقيه. وكابتن انا لازم عشان افريقيا يعني. انا لازم العب عشان بفت، ما لازم ابقى موجود، ما انا ممكن كابتن قدر الله اتصاب في التمرين، فانا لازم العب وابقى فت الماتشات، فت الاحساس باللعب. ممكن مستر كولر عايز يجرب حاجه في النهايه فبيجربها في الدوري، ستايل تاني، ممكن خطه لعب مختلفه عايز يجربها في خلي بالك انت هتبقى مراقب جدا، فممكن انا بقى من الترجي يعني. طبعا ممكن عايز خطه لعب العبها جديده خالص، في حاجات ممكن بوزيشن لعيب بيبقى عايز احطه في حته ثانيه اجربه في ماتشات الدوري واشوفها هل هو هينجح فيها او مش هينجح، زي ما قبل كده لما لعب عمر كمال في مركز المساك ومستر كولر طلع قال لا انا مش هلعبه، يعني حاجات كتير جدا. فلو شاف حاجه زي كده لازم يبقى من الدوري. فهو لا، لازم اللعيبه كلها تلعب، ولازم اللعيبه كلها اللي هو معتمد عليها. والنادي الاهلي كابتن اسلام عنده 30 راجل، 30 لعيب مميز، يعني كل اللعيبه هتنزل الملعب هتأدي، كل اللعيبه بتاخد نفس الشغل، كل اللعيبه بتأدي نفس الدور. فانا شايف النادي الاهلي بكره هيلعب بنفس التشكيل، وان شاء الله يكسب واحد واثنين، ويبدا الماتش اللي بعديه يركز ويريح لعيبه، وحسب السيستم بتاع الدوري، وحسب سيستم في جهاز كده بتحطه كابتن اسلام للعيبه، بيشوف انت جريت قد ايه وعملت حاجات اجهاد قد ايه، ممكن نريحه الماتش ده عشان الماتش اللي بعديه يبقى جاهز. والحاجات دي كلها اللي هي الحديثه دلوقتي في الدوري المصري وفي العالم كله كابتن، بناء عليه هو يحدد مين اللي يريح ومين اللي يلعب. بس انا شايف اللي بكره مستر كولر يلعب بنفس التشكيل وبيلعب بكل حاجه تمام، ويكسب ان شاء الله الماتش ده بكره، ده مهم جدا، هيبين عليه حاجات كتير قوي كابتن اسلام، هيبين عليه اللي هو بقى له فتره بيلعب في الدوري. نادي كبير زي النادي الاسماعيلي طبعا بيديك دفعه، يعني مازيمبي وبعدين النادي الاسماعيلي تديك دفعه لما هو قادم. طبعا طبعا، وبعد كده بعد كل ثلاث ايام كمان ماتش، عشان حتى لما تيجي تريح اللعيب يبقى انت مريح اللعيب وانت كسبان، فرق بين ان انت لا قدر الله حاجه تحصل فمش هتقدر تريح اللعيبه كتير، فانت وانت كسبان ماتش اتنين هتقدر تريح لعيب واتنين وثلاثه وياخدوا الثقه ويكسبوا في الدوري يعني. بس انا مش مع مستر كولر اللي هو يريح اللعيبه بكره، لا، اللعيبه كلها تلعب، اللعيبه كلها خدت راحه اربع ايام، اتمرنوا وعملوا استشفاء وعملوا كل حاجه، فيلعبوا ويأدوا الدور كما يجب ان يكون يعني. معلش، فين الاربع ايام دول؟ السبت والحد والاثنين. مش راحه سلبيه يعني. لا مش سلبيه، راحه تمرين. لا تمرين بس، راحه اتمرنوا يعني، ما فيش كل ثلاث ايام ماتش، لا بيتمرنوا، لعيبه اتمرن الاستشفاء بتاعهم، التمرين بتاعهم، الاكل كويس، ما هو قدم، هو اللي هيبقى كده ان هو كل ثلاث ايام مباراه. طبعا يعني قصدي اللي هو اللعيبه واخده راحتها يعني، واخده راحتها شويه. سن اللي هو بياكل كويس، بيشرب كويس، بيتمرن كويس، بياخد الحاجات اللي عايزها في الفيتامين، بيتمرن قبليها يعني، كل حاجه لعيب الكوره في البروفيشنال في الاربع ايام عملها، فهو مستعد للماتش بتاع بكره ان شاء الله بنسبه 100% يعني. طيب
على الجانب الاخر كيف يفكر كابتن ايهاب جلال في هذه المباراه؟ انا شايف ان كابتن ايهاب جلال بكره يعني حاطط في دماغه لو ما كسبش ما يخسرش. نادي الاسماعيلي ماشي وحش الفتره اللي فاتت، بقى له فتره كبيره ما كسبش، كسب ماتشين او ثلاثه في لغايه دلوقتي، ولعب حوالي 18 اسبوع او 19 اسبوع، 19 اسبوع كسب ماتشين او ثلاثه. الفتره اللي فاتت مش احسن حالاته، في مشاكل كتيره في نادي الاسماعيلي، في مشاكل ماديه. فانا شايف ان كابتن ايهاب جلال بكره هيركز مع اللعيبه اللي هو يعني ما يهاجمش، وعارف النادي الاهلي الفتره اللي فاتت ماشي كويس جدا. بس طريقه لعب الكابتن ايهاب جلال دائما ما تكون بهذا الشكل، ان هو يعني ما بيعرفش يدافع بيني وبينك، يعني هو دايما بيحب يمسك الكوره ويعمل، يعني ممكن يدافع بس باستحواذ. ممكن يعمل دي اللي هو يبقى الكوره معاه طول الوقت بيلد اب من تحت والحاجات، بس هو مش هيهاجم، مش هيفتح اطرافه، مش طول الوقت هيلعب باثنين فراوده، مش هيلعب بهاف رايت وهاف ليفت وتحت راس الحربه، هيفتح الملعب. لو فتح الملعب عارف النادي الاهلي هيبقى عنده اكتر من فرصه، هيبقى عارف النادي الاهلي كل فرصه هتجيله هتبقى خطر. فطول الوقت انا شايف كابتن ايهاب بكره هيلعب على الحاجات الدفاعيه، على الحاجات يبدا من تحت بس ما يروحش كتير للجون. لو طلع بالماتش بتعادل او يعني بتعادل او ما خسرش، شايف بالنسبه له هو مكسب. انا شايف ان كابتن ايهاب بكره يعني مش يعني اكيد، وانا عارف وواصل لي الكلام اللي هو قايل للعيبه اللي هو مش لو ما كسبناش ما نخسرش، يعني عشان النادي الاهلي بيمر بفتره قويه جدا دلوقتي، النادي الاهلي منتعش، النادي الاهلي عنده حلول، النادي الاهلي عنده دكه على اعلى مستوى، فلازم تبقى مركز ال 90 دقيقه او ال 95 دقيقه. يعني الحقيقه خليني اقول لحضراتكم انه مثلا النادي الاهلي هيبدا مبارياته المحليه غدا بالنادي الاسماعيلي، ثم الجونه 4 مايو في الجمله في الجوله ال 21، والاتحاد السكندري يوم 7 مايو في الاسبوع التاسع مؤجلا من الاسبوع التاسع بالدوري، ثم بلديه المحله يوم 11 مايو في الجوله ال 22 من الدوري، ثم مواجهه الترجي التونسي في رادس يوم 18 مايو بذهاب نهائي دوري الأبطال الإفريقي، ثم لقاء الإياب في 25 مايو المقبل بالقاهرة. لقاءات قوية، لقاءات صعبة، لقاءات حاسمة سواء في مشوار الدوري أو في البطولة الإفريقية. ومن هنا الناس كلها دايما بتفكر هو كولر هيعمل إيه، عشان كده كنا بنتكلم بهذا الشكل. ولكن يعني إذا كنت مدير فني للنادي الأهلي هتلعب على نقاط الضعف اللي موجودة في النادي الإسماعيلي إزاي؟ انا شايف النادي الاسماعيلي عنده الاثنين المساكين بيغلطوا كتير، كابتن اسلام هلعب عليهم، وسام يعمل بريس، عنده الباك رايت والباك ليفت مش في احسن حالاتهم، فانا شايف الخط الدفاع بتاعهم مش احسن حالاته. انا بتفرج على الاسماعيلي وبتفرج على الدوري كتير، كميه غلطات، كابتن ايهاب جلال بيبدا من تحت طول الوقت، فاللعيبه كتيره بتغلط، الاثنين مساكين او الباك رايت او الباك ليفت بيغلطوا كتير، فلو النادي الاهلي عمل بريس عليهم من اول دقيقه هيغلطوا كتير قوي، عشان هو كابتن ايهاب ما بيلعبش واحده لقدام، طول الوقت بيلعب من تحت، فاكيد مليون في الميه هيغلط. فلو غلطوا مره واثنين وثلاثه لا ممكن النادي الاهلي يستغلها. عندنا وسام على اعلى مستوى، عندنا بيرسي تاولو لعب بكره بيستغل الفرص، عندنا احمد عبد القادر واحد ضد واحد ويروح ويجيب اجوان، عندنا علي معلول لو استغل الكورسات، محمد هاني، عندنا لعيبه عندها كواليتي مختلف، عندها شخصيه، لو لعبوا على الاربعه المدافعين او ورقم سته بيغلطوا كتير جدا وما بيعملوش واحده. فانا شايف لو ضغط على نادي الاسماعيلي لا ممكن النادي الاهلي بكره ان شاء الله يجيب واحد واثنين ان شاء الله باذن الله. اطراف النادي الاسماعيلي، الاطراف النادي مش يعني انا شايف اللي هي مش في احسن حالتها، ما بيهاجموش طول الوقت وبيغلطوا كتير وعندهم ميس باس كتير جدا 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 الفتره اللي فاتت. يعني طيب النادي الاهلي بقى، يعني احنا مش عايزين نتكلم على التشكيل قوي وعلى شكل التشكيل وعلى كل، طب قول لي التشكيل من وجهه نظرك. انا شايف وجهه نظرك انت. انا وجهه نظري اللي هو مصطفى شوبير، علي معلول، محمد عبد المنعم، يعني رامي ربيعه، محمد هاني، اكرم، كوكا، امام عاشور، احمد عبد القادر، وسام، بيرسي تاو. اوكي، هو التشكيل يعني نظري. حتى اكرم كمان يبدا طبعا المباراه. طبعا اكرم عمل الماتش اللي فات نموذج يعني ما شاء الله عليه، عامل يعني شال جون وجاب جون. اكرم ده طول الوقت عايز اقول ده من اللعيبه المحترفه اللي هو جاله ماتشين ذهاب وعوده، جاله لا كمان العزيمه كابتن اسلام، يعني يعني جاله اثنين صليبي وقام ووقف على رجليه ولعب، بيلعب باك رايت بيقدم 100% بتاعته، رقم سته بيقدم 100% بتاعته، مساك بيقدم 100% بتاعته، بصراحه هو لعيب قاعد احتياطي بيقدم يعني بيقعد ما بيتكلمش،
بينزل 5 دقايق بيلعب 10 دقايق، فده لعيب نموذج للعيب البروفيشنال، نموذج للعيب اللي اي مدير فني يتمناه في الـ في, الـ في في اي فرقه يعني. فهو انا شايف الامام اكرم توفيق الماتش اللي فات بصراحه مان اوف ذا ماتش، هو علي معلول عمل ماتش على اعلى مستوى، فلازم نديله مره واثنين وثلاثه. وكمان مكسب اكرم توفيق كل ما بيلعب ماتش غير الثاني غير الثالث غير الرابع، مكسب عنده قلب وعنده عزيمه، فانا شايف ان اكرم لازم يلعب ولازم ياخد الفتره الجايه. طب ليه مثلا في محمد عبد المنعم ورامي ربيعه الاثنين تحديدا يعني، ان انا ممكن احط واحد على الاقل متولي مثلا مكان واحد فيهم؟ بص يا كابتن، بريح الدنيا شويه. هو خلي بالك اكتر اتنين عملوا مباريات الفتره، ما انا عارف، بس هما الاتنين بقى حافظين بعض دلوقتي يا كابتن. الاثنين مساكين هدخل، بس حسب مجرات الماتش يا كابتن، يعني حسب مجرات الماتش وحسب الستايل الحاله بتاعتهم عامله ايه. يعني انا شايف محمد عبد المنعم ورامي ربيع اخر فتره بصراحه يعني ماشيين هايل، حتى في منتخب مصر حقيقي بيلعبوا حقيقي مع بعض، فخلاص في توليفه، فما ينفعش اغير التوليفه في يوم وليله، غير لا قدر الله حصل حاجه بقى، لا قدر الله اصابه او اي حاجه لازم أغير. بس طول ما هم كويسين لا لازم يلعبوا. حافظوا بعض خلاص يا كابتن، وبيتكلموا مع بعض، وحتى كمان مصطفى شوبير بقى معاهم دول التالت بالكلام طول الوقت، مع معلول مع هاني الاربعه اللي ورا دول يا كابتن مع الحارس المرمى قليل قوي ما بيتغيروا. اللعيبه الاربعه دول طول ما هم فايقين النادي الاهلي بيبقى فايق، طول ما انت الاربعه اللي ورا حافظين بعض ودفاعيا على اعلى مستوى وكل اللعيبه مركزه 100% في الاربعه اللي ورا ومعاهم 6 اكرم توفيق، بحس ان النادي الاهلي بيبقى فايق جدا، هيروح باي كره هيجيبها في الدقيقه الاولى في الدقيقه الاخيره في اي وقت، طول ما دفاعك صلب هتعرف تجيب جون في اي وقت. يعني ابرز الصعوبات اللي ممكن يواجهها النادي الاهلي في مثل هذه المباراه، افضل الصعوبات بالنسبه لي يا كابتن لو اللعيب نزل مش مد للماتش اهتمام 100% من هو، يعني اللي هو نازل انا ممكن اكسب في اي وقت. لا انا لازم ابقى نازل عارف بلاعب نادي كبير ونازل عارف انا عايز ايه وليا ايه، دي مهم قوي يا كابتن. ومتطلبات مستر كولر النهارده الماتش ده، مستر كولر طلب مني 1 2 3 4 اعمل 1 2 3 4، الماتش اللي جاي ممكن يطلب مني 5 6 7 اعملها، فاللعيب يبقى مركز وعايز يؤدي ال 100% بتاعته يا كابتن اسلام، ويبقى ربنا موفقه ويبقى مركز في ال 100% بتاعته هو والتاني 100% بتاعته هو، واللعيبه كلها تساعد بعض. هي دي الحاجه بس اللي بتبقى مقلقه اللعيبه نفسها لو انا نازل ومش مركز 100%، اما لو النادي الاهلي مركز 100% واللعيبه كلها مركز 100% محدش هيقف قدام النادي، محدش هيقف قدام الاهلي. طيب قائمه النادي الاسماعيلي كما اعلنها كابتن ايهاب جلال بتشهد غياب 7 غيابات، هشام محمد، علي الملواني، عبد الرحمن الدح، محمد دسوقي وحاتم سكر للايقاف، محمد هاشم وكريم عرفات لاسباب فنيه. هل من الممكن ان ترى تاثير فني من هؤلاء اللاعبين او غياب هؤلاء اللاعبين؟ السبعه مفيش الا دسوقي، محمد دسوقي هو اللي بيلعب بصفه اساسيه، السبعه يعني هشام بينزل على فترات، حاتم سكر بيلعب على فترات، السبعه كلهم بيبقى بره مفيش محمد دسوقي اللي بيلعب بصفه اساسيه تقريبا مصاب، والباقي كله مش موجود اصلا مع كابتن ايهاب. يعني هشام بينزل 10 دقائق، حاتم سكر بيلعب شوط وماتشين ثلاثه لا، دسوقي بيلعب بصفه اساسيه، فانا شايف ان هم السته او السبعه مش مؤثرين بالنسبه للنادي الاسماعيلي. هو دسوقي بس، هو دسوقي بس اللي بيلعب معاه بصفه اساسيه، بيلعب حتى كمساك ما بيلعبش باك ليفت، بيلعب مساك عشان بيبدا من تحت، وبيلعب بثلاثه يعني ساعات بيلعب بثلاثه ما بيلعبش باثنين عشان في غلطات كتيره في الدفاع، فبيبقى معاهم دسوقي بيكمل معاهم يعني. فانا شايف اللي هي اللعيبه اللي هي بره السكور يعني ما بيلعبوش بصفه اساسيه مع كابتن ايهاب يعني. طيب هنكمل كلامنا، ولكن خلينا نطلع نشوف هذا التقرير وبصمه حمراء تزين سجلات مواجهات المارد الاحمر مع النادي الاسماعيلي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. دايما مباريات الاهلي والاسماعيلي بتشهد اثاره كبيره جدا سواء من الناحيه الجماهيريه او من جوه الملعب برضو يا عمرو. يعني كيف يستطيع بقى النادي الاهلي ايقاف مفاتيح القوه اللي موجوده في النادي الاسماعيلي، وايه هي مفاتيح القوه؟ مفاتيح القوه في النادي الاسماعيلي عبد الرحمن مجدي، يعني عبد الرحمن مجدي عامل موسم استثنائي بالنسبه له، ماشي كويس جدا، شايل الفرقه بتاعت النادي الاسماعيلي، بتفرج انا على الدوري كله فانا شايف اللي هو ابرزهم عبد الرحمن مجدي، عمر الساعي برضو لعيب ناشئ، لعيب برضو مميز عامل فرق مع نادي الاسماعيلي، في برضو لعيب باسم مرسي دخل بقاله فتره ولعب الماتش اللي فات ومعاهم النهارده برضو باسم من الفراود اللي بيعرفوا يجيبوا جوان، انا شايف دول ابرز 3 مفاتيح بالنسبه للنادي الاسماعيلي، فانا شايف ابرزهم كمان عبد الرحمن، عبد الرحمن بيلعب هاف رايت ناحيه علي معلول، اكيد 1000000% علي معلول مذاكره او بيخش لجوه، اكيد عبد المنعم معاه واكرم توفيق معاه، طول ما مفاتيح اللعب بتاعت عبد الرحمن مجدي مقفوله النادي الاسماعيلي بيبقى
الموضوع بيبقى هادي بالنسبه لهم طول الوقت. النادي الاسماعيلي بيدور على عبد الرحمن، بيلعبوا بيلد اب من تحت، بيدور على عبد الرحمن طول الوقت عشان يخش لجوه ويعمل اسيستات او يشوت او الكور الثابته كمان عبد الرحمن بيعملها كويس. فانا الماتشات اللي فاتت بتفرج عليها على النادي الاسماعيلي مركزين جدا على عبد الرحمن مجدي مفاتيح لعب بصفه اساسيه، هو وعمر الساعي، واحد هاف رايت واحد هاف ليفت، الاثنين دول طول الوقت هم اللي بيعملوا خطوره على النادي الاسماعيلي. انا شايف مفاتيح اللعب لو قفلت النادي الاسماعيلي هيبقى عادي بيلعب اكوال، ما فيش مشكله، ما فيش خطوره بالنسبه للنادي الاسماعيلي. والكور الثابته بتاعت النادي الاسماعيلي برده بتبقى خطر، عنده كذا لعيب كويس، عنده محمد ناصر بيعملها كويس، عنده بيومي بيلعب بدماغه كويس، عبد الرحمن مجدي بيلعب الكور الثابته مميزه جدا، فعنده كام لعيب في الكور الثابته بيبقى مميز جدا يعني. هل ممكن نجد كابتن ايهاب جلال في مباراه بكره بيدفع بايهاب باسم مرسي من بدايه المباراه؟ ممكن ممكن، بس خلي بالك برضه هو راس حرب اللي عنده ولد صغير ممكن. كويس ممكن حاجة. ولا وباسم الماتش اللي فات كان موجود ولعب بقاله فتره، فممكن اصل كابتن ايهاب ممكن حاسس اللي باسم عنده خبره ولعب قدام النادي الاهلي كتير والاجواء بتاعه الجمهور واتحط في الاجواء دي، ممكن يديله الماتش زي ده ويديله الماتش من اوله. وارد وارد ممكن كابتن ايهاب ممكن بيفكر فكر غيرنا، او هو شايف اللي هو باسم مرسي بيلعب بكور ثابته كويس جدا، بيلعب بدماغه كويس جدا، فممكن يديله ويعتمد على عبد الرحمن مجدي في الكور الثابته والحاجات الاسيستات من جوه. فانا شايف ممكن بنسبه 80% باسم مرسي يلعب بكره في النادي الاسماعيلي يعني. طيب احمد عادل عبد المنعم كحارس مرمى للنادي الاسماعيلي الحقيقه واحد من الحراس المميزين وله دور كبير في حتى في المباراه القليله اللي كسب فيها النادي الاسماعيلي. احمد عادل السنه دي بصراحه مميز جدا، عامل موسم بالنسبه له هايل. خد بالك احمد عادل يا كابتن اسلام يعني ماتشات كتيره جدا شال نادي الاسماعيلي، ماتشات كتيره جدا بيبقى نادي الاسماعيلي كسبان وهو يقف ويعمل ياخد مان اوف ذا ماتش، ماتشات كتيره جدا بيبقى خسران ويتعادلوا وفي كور كتير ضربات جزاء صدها، حتى هو كذا ماتش اكتر من اربع خمس ماتشات احمد عادل منعم بياخد مان اوف ذا ماتش. فلما يبقى احمد عادل منعم ياخد مان اوف ذا ماتش ومع النادي الاسماعيلي يبقى اكيد كان بيبقى عامل ماتشات هايله، بيبقى مضغوط على النادي الاسماعيلي. فانا شايف ان احمد عادل السنه دي عامل موسم استثنائي بالنسبه للنادي الاسماعيلي. طبعا واحد من ابناء النادي الاهلي وخد بطولات مع النادي الاهلي، فدي فرق معاه جدا برده اللي هو بيلعب قدام اجواء بتاعه الجمهور والاجواء اللي هي الصعبه، فهو متعود عليها ومتربي في النادي الاهلي. فاتمنى له التوفيق طبعا، بس بعد بكره بقى يعني اتمنى له التوفيق بعد ماتش بكره، بعد مباراه بكره، بعد مباراه بكره هنعدي بكره وبعد كده ربنا يوفقه ان شاء الله باذن الله يعني. النادي الاسماعيلي فاحمد عادل بصراحه عامل موسم كويس جدا جدا جدا، اتمنى له التوفيق يعني. طيب النادي الاسماعيلي دلوقتي حضرتك بتقول يتميز بالجناحين عبد الرحمن او الساعي، وانت عندك الميزه بتاعه النادي الاهلي ان هو دايما الباكين مهما كانت الاسماء دايما بيبقوا طايرين غالبا يعني. طبعا ازاي توازن ما بين الناحيتين يعني، دي اقوى حته وفي نفس الوقت دي اهم حته عند النادي الاهلي يعني. علي معلول لما طول الوقت بيطلع يبقى في محمد عبد المنعم ضامن شويه، اكرم توفيق 8 ضامن مع علي معلول، لو طول ما علي معلول كوكا لو لعب رجله الشمال طبعا يبقى هو ماسك مكانه، بس ممكن كوكا يبقى بيكمل شويه، يبقى اكرم مع الحته اللي هي فيها فاضيه بالنسبه لعلي معلول، وطبعا منعم بيضم شويه ورامي ربيعه بيضم شويه ومحمد هاني بيبقى مساك ثالث والعكس. فانا شايف النادي الاهلي برده كمان كابتن اسلام بيعمل دي نموذج الفتره اللي فاتت، بيعمل دي حلوه جدا، هو ده اللي فارق على معلول جدا وكمان ده بيجي كده وده بيجي لجوه هايله هايله ولقوا بقى سيستم، بقى في سيستم. وكمان موضوع كوكا بيلعب رجله الشمال مع علي معلول، فعلي معلول لو راح يبقى ممكن كوكا هو اللي يبقى باك ليفت او ضامن شويه مع اكرم توفيق، فبيقفلوا الحته دي علشان علي معلول ميزته الهجوميه وطول الوقت لازم يبقى بيهاجم طول الوقت. وكمان في حاجه كابتن اسلام، اي حد بيلعب قدام علي معلول بيبقى مركز دفاعيا اكتر من هجوميا يعني. عبد الرحمن مجدي انا واثق بكره هيبقى مركز، او كابتن ايهاب هيديله مهام دفاعيه مع علي معلول اكتر من هجوميا، عشان علي طول الوقت بيهاجم طول الوقت بيعمل كورسات، واحد من النادي الاهلي حقيقي في افريقيا يعني. انا شايف علي معلول كمان في افريقيا من ابرز الناس في افريقيا بصراحه، مش في النادي الاهلي بس او في مصر يعني، فعاملين له حساب مليون في الميه. وعلي حتى لو علي راح او محمد هاني راح اكيد في ترتيبات، اللعيب بيبقى مكانه، اكرم توفيق بيبقى 8 مكانه، او كوكا او امام عاشور بيقفل ناحيه محمد هاني، وربيع بيضم شويه، وعبد المنعم وبيبقى يعني خط مثلث كده يعني بيبقى سلس كده متعودين عليه. فلو اتعملت دي بنسبه 80% مش عند النادي الاهلي عنده مشكله خالص، وبيلعب وبيروح وبيجيب اجوان ان شاء الله باذن الله. احمد عبد القادر وهذه العوده الرائعه من وقت طويل بعيدا عن المباريات، ثم
ثلاث مباريات حتى هذه اللحظه بيؤدي بشكل رائع، سواء مباراه الزمالك او مباراتي مازيمبي. بص يا كابتن، احمد عبد القادر عنده اكتر من كده 100 مره، لعيب كبير، عنده شخصيه، يعني من اللعيبه القليله كابتن اللي بتاخد الكره وتروح على الجون، من اللعيبه القليله اللي بتاخد الكره وتروح واحد ضد واحد، عنده حلول. هو اللي بيروح صحيح، هو اللي بيروح، يعني عنده اللي حلول وان تو، بيروح ما بيخافش وبيشوط وبيخش لجوه وبيلعب لبره، لعيب كويس قوي. بس هو في حاجات بسيطه بس يا كابتن، اللي هو يبقى عنده يعني ما يهمتش يعني يلعب دقيقه زي 5 زي 10 زي 100. لعيب كبير جدا عنده حلول، يعني نزل ماتش الزمالك وماتش مازيمبي وماتش اللي هناك وماتش اللي هنا، لا تحس بيها يا كابتن، يعني اللي عنده خطوره وبيلعب وطول الوقت فيه لعيبه بتبقى. اهم ما يميز احمد الحقيقه زي ما انت قلت كده عمرو، ان هو ما بيخافش، دي مهمه قوي يا كابتن. يعني احنا بنلعب كنا في ماتشات كده ممكن تلاقي لعيب خايف او مستخبي ورا، هو لا، هو عايز يلمس كوره، عايز يروح، عايز واحد ضد واحد، عايز يبقى موجود جوه الملعب بره الملعب، بيعمل وان توهات، اديني يعني، هو عنده شخصيه. فطول الوقت تلاقيه بيحاول مره واثنين، ولو غلط ما عندوش مشكله برضه بيحاول مره واثنين وثلاثه. فانا شايف احمد عبد القادر طول ما هو فايق، لا هو لعيب كبير، لعيب كبير عنده حلول، وشبه النادي الاهلي، يعني وشبه النادي الاهلي، ولعيب انا شايف اللي هو من اللعيبه المميزه لو ركز هيبقى في حته ثانيه. يعني احمد عبد القادر في مصر يعني هو عنده اكتر من كده بكتير، ممكن احمد عبد القادر ده كل سنه كابتن اسلام يجيب لك 10 15 جون عادي خالص، يعني يخش لجوه وبره ويعمل اسيستات، ولعيب مميز وتبقى مستمتع وانت بتتفرج على احمد عبد القادر يعني. فهو يركز 100%، انا شايف الفتره اللي فاتت بدا يركز، بدا يحس اللي هو لا عارف قيمه التيشيرت بتاع النادي الاهلي، وبينزل موت نفسه في اول دقيقه او 10 او 15 دقيقه. فانا شايف احمد قادر الفتره الجايه لو بنفس التركيز وبنفس الباور اللي عنده هيبقى في حته ثانيه يا كابتن، ويعمل لنا حلول، يعمل لنا حلول زي حسين الشحات وزي كهربا وزي اللعيبه دي كلها يعني. وسام ابو علي وتالقه في المباراه الاخيره واحرازه هدف والمباراه اللي قبلها، الحقيقه كميه الجري اللي بيجريها، شايف وسام هو مثال لراس حربه اللي كان محتاجه جمهور النادي الاهلي خلال الفتره السابقه؟ خد بالك كابتن، انا معجب بوسام قوي، يعني بغض النظر عن الجون، هو جون صعب قوي، بس تحركاته بره ال 18 وكوره لعيب كوره بيجري كتير، لا وجسمه فرود النادي الاهلي، لعيب كوره بيتحرك، يعني طبعا مع اختلاف شويه، بس هو في القرن بيعمل متعب بره ال 18، يعني ممكن ما يجيلوش الكوره بس بيفتح مساحات لاحمد عبد القادر، بيفتح مساحات لبرستاو، لعيب ذكي. احنا في الماتش الاولاني لعيب ذكي، لعيب ذكي وما بيخافش برضه كابتن، وبيروح جون، بيلعب دماغه كويس وبرجله كويس، وهداف وعنده الحته اللي هو عايز يجيب جون واثنين، مش هيجيب جون وانام، لا هو من لعيب شبه النادي الاهلي برضه زي ما بقول يا كابتن، وبره الملعب حتى لما باجي اتفرج عليه لا بيفتح مساحات للعيبه، عنده بيعرف يستلم الكوره، لعيب كوره بيبقى فاهم قبل ما الكوره تجيب، بيعمل سكان، بيشوف اللي حواليه، بيشوف مع علي معلول، بيشوف مع محمد هاني، فطول الوقت مركز طول الوقت في الماتش. يعني انا شايف اللي هو لعيب مميز، وشايف كمان اللي وسام ماتش مع النادي الاهلي غير 10 غير 15 غير بطوله غير الثانيه غير الثالثه، هيبقى فرق جامد جدا في النادي الاهلي. اخبار الاكاديميه ايه؟ زي الفل والله يا كابتن، ماشيه كويس، ماشيه كويس. لسه الاسبوع اللي فات النادي الاهلي في التجمع الخامس ماشيه كويس، الاسبوع اللي فات عملنا حفل ختام كان على اعلى مستوى، كابتن شطه كان موجود، وكابتن فوز كوتي، وكابتن اكرامي، وكان كل الناس، وكابتن فتحي مبروك، كل الناس كانت موجوده بصراحه، عملوا حاجه هايله، وكان ختام مشرف وحاجه جميله جدا. دلوقتي احنا واخدين راحه شهر، ان شاء الله هنبدا ان شاء الله 15/6 السيزون الجديد باذن الله يا كابتن. ربنا يوفقك يا عمرو، وربنا يوفق النادي الاهلي في ظل هذه الظروف الصعبه جدا. من وجهه نظرك او تتوقع نتيجه بكره ايه؟ انا متوقع ان شاء الرحمن ان شاء الله النادي الاهلي هيكسب بكره 2 أو 3، يعني اللعيبه مركزه، اللعيبه بنفس السيستم بتاع الماتش اللي فات، انا شايف ان شاء الله الاهلي بكره ان شاء الله يكسب 2 أو 3 باذن الله تعالى. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق، وان تكون مباراه تليق بالفريقين الكبيرين سواء النادي الاهلي او النادي الاسماعيلي. انا بشكرك شكرا جزيلا يا عمرو على وجودك معانا، دايما بتشرف حبيبي يا كابتن اسلام، وانا شرف ليا موجود مع حضرتك دايما كابتن، شرف ليا، ربنا يخليك. انا بشكرك شكرا جزيلا. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل الأستاذ صبري سراج ودكتور أحمد ثابت في ضيافة البيت الكريم.